يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح؟ إذا رضيت عن عملك فاعلم أن الله سبحانه غير راض عنك. إيش؟ إذا رضيت عن عملك فاعلم أن الله سبحانه غير راض عنك. أدري ما إيش الدليل على هالكلام. المؤمن يرضى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله، بفضل الله الإسلام، وبرحمته القرآن. الفرح بالقرآن والفرح بالإسلام شيء طيب. نعم.